بام شاف سباتة سالك الروسة أنا أختي العروسة. السلام عليكم. السلام عليكم. وغادي نقول للعيالات سنة سعيدة وحلوة لذيذة. قلنا سبات عيد المرأة لالا خطيكم علينا خطيتونا نتوما راك عارفين اقتصاد ديال البلاد مشى عايشين مع العيالات هكا خويا كريب بريسيوزا شوفوا معايا كريب بريسيوزا بلا ما نبدا ندوي عليه بزاف راه معروف عند العادي والبادي زائد السوسدي ديال 100% قطن هذا 7000 ريال كريب بريسيوزا والسوسدي هذا ديال القطن 7000 ريال بوحدو المجموع هو 700 درهم دابا بمناسبه عيد المراه غادي نقص لكم 100 درهم وندير لكم التوصيل بالمجان يعني غادي تقام لكم ب 600 درهم ماكراس صراحه ندير لكم كادو تسهلوا ماكراس ما نتخلص كاع ولكن الله غالب فوق طاقتك لا تدام لوجيست راه حنا درناه معكم هذا هو اللي قدرنا عليه سيدي ربي وغادي نعطيك 600 درهم اخويا والليفريزون بالمجان السي حامد هاي هاي اخويا حامد شو اللوينات لون نسيك فلون ومازال غادي نديروه مع ساتاندوس وغادي يكون رخيص شويه يعني مازال غادي يصوروا بشعيب انا كنقول لك الا بغيتي سيني لا غارونتي شي حاجه كلاس ها هو اختي السوسدي 100% قطن زائد كريك بريسيوزا الروامن انت اللي تحكمي فيها اختي هاد الصفار هذا راه معروف راه درت لك روامن علمي ولكن الا بغيتي انت هاد الكري مع الكري ماشي مشكل كري مع الغوز ماشي مشكل كري مع بلوكاسي ماشي مشكل الا قبلتوا على هاد العلم ديالنا وهذا الشيء اللي قدرنا الله اللي عرفنا في الناحيه ديال الكارناج يعني هاد الكارناج اختي راه غادي يجيك خطير ثقي فينا وجربي وديك الساعات عاد حكمي علينا حاجه واحده اخرى اختي انا راه ما كنقلبش على ليفي في اليوتيوب كثر ما كنقلب على الرضا ديالكم يعني راه فيا ما نجيب سوستي ب 20 درهم كرب ب 20 درهم تقام عليا ب 40 درهم نبيعو بالدوبل يعني ربح فيه الدوبل نبيعو لكم ب 80 درهم دو بياس انا كندير الاوريجينال اختي انا عندي غير الكليه العشاق هاي وعندي حتى ديك الكليه انا الفقيره الدرويشه مسكينه اللي ما عندهاش كتقطع باش تاخذ حاجه زوينه هذيك بالذات ما خصنيش نغشها كاع بصفه نهائيه حيت عارفه كيفاش جمعت هذيك 600 درهم يعني كتجمعها من الخضيره من البطاطا من التقديه ديال المرجان هنا 20 درهم هنا 1000 ريال وكتبقى تجمع باش نفسها تلبس شي حاجه زوينه تخيلي دابا اختي انا نفسك تلبس شي حاجه زوينه ونبيع لك هذا مثلا اللي باشي تمام حاجه رخيصه بثمن الغالي حنا ما كنديروش راه عندنا كلشي كل حاجه والمقام ديالها كلها فول وكيالو كل بيت وكره والانسان يمشي على قد الاستطاعه ديالو ها هو اختي كريب بريسيوزا السوس دي 100% قطن العبار ديالو 2 متر 50 والسوس دي 2 متر 50 ولا بغيتي 3 متر اختي راه ما كاينش مشكل يعني نعطيوك 3 متر في السوس دي و 3 متر في البريسيوزا هذا الكارناج اللي حطيت لكم انا راه الذوق ديالي انا الشخصي والعلم ديالي انا الشخصي يعني قبلوا عليا الا ثقتوا في الذوق ديالي راه غادي تجي لكم جلابه راقيه علاش اختي انا كنقلب لك على الكارناج احسن ما كاين حيت اختي منين تلبسيها وكلشي غادي يقول واو كلشي غادي يبقى حل فمو هادوك الناس اللي قالوا واو وبقاو حلهم فمهم في الجلابيه غادي يجيو عندي ولا عطيتك شي كارناج عروبي عيان كنقصد بعروبي ماشي العروبيه يعني مصطلح عامي وصافي ديال الشعب يعني الا عطيتك شي كارناج باشي هو هذاك يعني كلشي غايقول لك هاد مولتو ما فيدوش عيان لا انت هي غتبقى تجي عندي ولا هادوك الناس اللي شافوك غادي تجي عندي اختي هذاك علاش كنختاروا لكم احسن ما كاين بالنسبه للنمرات كما العاده راه تحت صندوق الوصف وفي اول كومونتير الا ما شدت لك اختي هاد النمره ما عليك غير ننتقل لنمره واحده اخرى وباش تسهلي علينا الماموريه اختي عافاك انا كنعطيك الوصفه السحريه كيفاش تستافدي مع عند رميساء وكيفاش تقدي عندها بكل سلاسه وبكل سهوله هي اختي صيفطي السكرين شوت في الواتساب ديريكت يعني ملي كتعيطوا كتلقاو الخطوط كلها مشغوله كلهم خدامين اوكيبي يعني الميساج واتساب راه ما كيمشيش غيقراه غيقراه بحال لابيل راه كتمشي يعني ما يقدر يقول انا غنعيط ليها وكيتشاغل مع وحده اخرى كيقول له صور لي صيفط لي كينساك انت هي باش ما ينساكش لاله مولاتي صيفطي ميساج في الواتساب يعني تعاملوا ديما بالواتساب في الاخر غادي نسرح لكم واحد تشوفوه وان شاء الله راه كاينه مسابقه غدا فهاد لقيتها يمكن مع 12 الا حنا الفيديو هذا يعني في ميد راديو غادي نديرو 10 ديال الكريبات بريسيوزا هدايا للكليان ديالنا يعني في الراديو غادي يكون هذوك الراديو عيطوهم لينا شراوهم من عندنا غادي يديرو لهم كادويات للكليان ديالهم الا بغيتو تعيطو راه مع 11 غادي يدوز ان شاء الله باذن الله شو على روان كي داير صفيفر بارد الباج نتمنى تكون اللوينات كيبانو مزيانه السي حميد السي عماد لا راه باينين واضحين يعني كيرش رش هيك السي حميد ها انت اختي ها انت الله يدير الخير هاك يا لاله بريسيوزا كريب مستوى عالي بمميزات عالميه اللي كيخدموا به لي مارك العالميين يعني لي مارك اللي معروفين اي ماركه بانت لك اختي سوميج ديالو كتهز متر و20 كيبيعوها لك اختي ب 2000 درهم هو هذا الكريم ها هو السوس ديال اختي
جلابه راقيه، جلابه انيقه، جلابه الحضور، العراضه، يعني على حسب الخياطه اللي غديري فيها. جايين شي ناس عزاز يفطروا عندك يعني غادي تلبسيها، وجاي وغادا تفطري عند شي ناس عزاز تلبسيها. ونزيد لك واحد المعلومه واحده اخرى، لا لا، حيدي السوس دي وبقى بالجلابه. من الاحسن هذا الموديل هذا الله يجازيكم بخير ديروا جلابه في قلب جلابه. دابا تخيلوا لي هذا اللوان هادو من غادي نسرحهم كيفاش غادي يبانوا. ها انت نسرح لك السوس دي 100% قطن، 100% قطن، ما كنعطيكش اختي النيلو ولا البوليستير ولا الفيسكوز، كنعطيك كوتون 100% كوتون. ها النخوه ديال الكريب هذا انا ما باقيش ندوي عليه، الناس راه جرباته. ها هو اختي هاجي شوفي، ها انا غادي نوريكم موديل اللي غادي تتماشاو عليه. غادي ديروا جلابه في قلب جلابه، هادي بالقب وهادي بالقب، وكتبقاو تبطنوها تضوبلوها، تلبسي هذا من الفوق وهذا من التحت، والعكس تلبسوا هذا من الفوق وهذا من التحت. ومنين تبغي الجلابه بوحده اختي راه عندك جلابه ارقى جلابه، جلابه بريسيوزا. خليو لي الجيم وخليو لي بارطاج، الدعم ديالكم راه هو كل شيء. ديك الجيم بالنسبه لكم راه ساهله، ولكن بالنسبه لينا حنا راه شي حاجه مهمه، علاش كتدعمونا اكثر. بالنسبه اللي بغى مثلا، راه الدراري ان شاء الله غيديروا كل واحد والقناه ديالو، الدراري ديال الانترنت غيبقاو يلوحوا فيها التخفيضات الكليان ديالهم حيت كيطلبوهم. حنا رميساء عطاتهم هاد لوبسيون هادي وعطاتهم الحريه التصرف في السلعه اللي بغاو. مثلا راه توفيق غيدير قناه، حميد، عماد، ميدو، كل شيء ان شاء الله غيدير قناه، تبعوهم هما. النهار اللي غنديروا لها غنقول لكم الليان ونحطوها لكم تحت صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. بالصحه والراحه، وتلبسوا وتعاودوا، عواشركم بروكه.